واصلت قيادة وزارة الداخلية اليوم حملة التبرع الوطني البنك المركزي اليمني ودعم للاقتصاد الوطني في مختلف الوحدات والأجهزة الأمنية بأمانة العاصمة. حملة التبرعات بين أوساط منتسبيها للبنك المركزي ودعما للاقتصاد الوطني في مختلف الوحدات والأجهزة الأمنية بأمانة العاصمة، حيث قام مدير عام أمن أمانة العاصمة العميد الركن عبد الحكيم الماوري بالتبرع للبنك المركزي بمشاركة قيادات وضباط وصف وأفراد أمن أمانة العاصمة. اليوم وكما تروا هذه الجموع من رجال الأمن الأبطال سيدعمون كما كل المواطنين البنك المركزي، وإن شاء الله كما انتصرنا في جبهات القتال سننتصر في الجبهة الاقتصادية. العدو حاربنا في كل الجبهات، ففشل في الجبهة في جبهة القتال، وأراد الآن أن يحاربنا بالإقصاء، وهو يحاربنا بالإقصاء دائما، لكننا سنفشله كما فشل في كل الحروب، ونحن منتصرون إن شاء الله. كما شهدت الشرطة الراجلة حملة التبرعات للبنك المركزي ودعما للاقتصاد الوطني، حيث كان في مقدمة المشاركين في الحملة قيادة الشرطة الراجلة ومعهم ضباط وأفراد الشرطة الراجلة. في ظل هذه الأوضاع وفي هذه الأيام الوطنية، وكما أثبت الشعب اليمني الشجاعة المنقطعة النظير، ها هو الشعب اليمني اليوم يقوم بإرسال رسالة إلى العالم لكي يشوفوا ويروا كرم وإباء هذا الشعب اليمني البطل، وحتى نركع الأعداء ودول التحالف عند أقدامنا إن شاء الله. وفي نفس السياق قام مدير عام الإدارة العامة للتموين ومعه عدد من قيادات التموين ومعهم ضباط وصف وأفراد بالتبرعات للبنك المركزي ودعما للاقتصاد الوطني. وقد عبر رجال الأمن المشاركين في هذه الحملة عن استعدادهم بدفع مرتباتهم وكل ما يملكون من غال ونفيس فداء وحبا وتضحية لتربة هذا الوطن ومواجهة العدوان السعودي بشتى الطرق والأساليب المختلفة. الجبهات بكل ما نملك، وسنقاتل بالدم والمال إلى 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 النصر. شدد القائد ودعما للبنك المركزي بأننا ضد العدوان وأننا صامدون مهما كانت الظروف مهما كانت الإمكانيات، لا يمكن أن يركعونا من أجل لقمة العدل.